الأطفال وعلاش لحتى الكبار. جبت لكم اليوم نصائح لكم وليهم ولينا باش نتغلبوا عليكم ونتفادوا الانتشار. هذه ماشي عطلة شديناها باش نتسافروا ونتسارع، هذه أيام فقط وغدور من أجل سلامتنا. إذن خاصنا نجلسوا في بيوتنا، ما خاصناش نخرجوا نلعبوا، عوض ما نخرجوا نجلسوا في بيوتنا ونديروا تمارين ونقرأ. حاولوا ما تسلموش إلى جا عندكم شي وقت، تافيوا فقط بالسلام وعليكم. حاولوا تغسلوا إيديكم كل مرة بصابون معقد. وانتم يا أمهات بركة من الجماعة الخاوية، وقلصوا حضي وليداتكم قبل ما يفوت الفوت. كانت هذه رسالتي لي، كانت منا ديروا داك الشي اللي قلت لكم حرف بحرف. يلطف بينا يحمينا يا رب. السلام عليكم.